أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تي في. الجدل دائما كان ولا يزال، كلما قامت مجلة شارل إبدو بنشر صور عن الرسول الكريم دائما ما تخلق هذا الجدل، لكن بالموازاة نراها كلما نشرت صورا عن المسيح أو السيدة مريم أو عن العديد من المشاهير لا تخلق ضجة، فقط تبقى كما هي دون ضجة. لماذا تخلق هذه الضجة؟ معنا في هذه الدردشة كما العادة الزميل عبد العالي البوحسيني، يعني في تجاذب لهذا الحديث، لماذا هذا ردود الفعل الغاضبة كلما أسأت مارك إبدو إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ السلام عليكم. أولا أنا القضية ديال شارل إبدو هي الصحيفة، هي صحيفة هي ضد الأديان، معروفة أنها ضد الديانات سواء كانت المسيحية أو الإسلام أو اليهودية أو خصوصا الديانات الإبراهيمية الثلاثة، لأن هما من أكبر الأديان اللي عندهم واحد تأثير كبير على 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 الشعوب. يعني ملي كنهضروا مثلا على شارل إبدو على قضية الإسلام، هذا يعني عادي أن الإسلام يكون رد فعل ديالهم، لحقاش هي كتمس بالمعتقدات، واحد المعتقدات ديال واحد الشعب، واحد مليار ونص ديال المؤمنين بهاد المعتنقين ديال هاد الديانة هادي. بالنسبة للديانة المسيحية، الديانة المسيحية يعني هي في المجتمع، شكون اللي كيعتنقوا الديانة المسيحية؟ المجتمع الأوروبي، يعني مجتمع اللي هو يعني متحضر، مجتمع يعني كان نسبة التعليم تما، يعني جودة التعليم طالعة. حنا المجتمعات العربية مجتمعات اللي شوية كما تنقولوا بالإنجليزية روميندد كلوز مايندد، يعني ما عندهمش هذاك التفكير النقدي، ما عندهمش هذاك الانفتاح على الثقافات الأخرى. يعني طريقة ديال التعليم مثلا المناهج في المغرب مثلا كما كاينش هذاك الانفتاح على الثقافات الأخرى، يعني تقبل الرأي الآخر، وما عندهمش هذيك القضية ديال حرية التعبير. أنا حنا نتفق مع طبعا مع ما فعلته سيدة شارل إبدو في نشرها مثلا الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن كذلك لا نتفق مع الطريقة اللي تفعلوا بها مثلا بعض المسلمين مثلا مثلا السيد اللي قتل الأستاذ. أنا مثلا لا أتفق مع هذا الفعل، لأن هذا سلوك غير مسؤول، سلوك إرهابي ما خاصوش يكون. يعني أن مش حنا اللي غادي ناخذوا الرسول، لا يحتاج لمن يدافع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي الطريقة هذه، إساءة للمسلمين وإساءة للمجتمع المسلم ككل. إذن أعتقد أستاذ عبد العلي بوجهة نظري بأن يعني كم حاجة، يعني المثل الشهير، كم حاجة قضيناها بتركها هذه المجلة. يعني إذا ما عدنا إلى هذه المجلة شحال غادي تطبع؟ كيف يعني ستوزع؟ يعني عدد محدود، ليست من كبريات المجلات العالمية، وليس إلا لديها تأثير محدود جدا في أوساط واحد نخبة معينة داخل فرنسا. ربما يستحضرني ما قام به الخميني إزاء الكاتب الهندي الذي نشر آيات شيطانية لم يكن يعرفه أي أحد، ولكن يعني الخميني أن الخميني أمر يعني بمبلغ مالي كبير لمن يعني يقتل هذا الكاتب، ومن ثم صنع إنسانا يعني بشهرة كبيرة على المستوى العالمي. أنا أعتقد لو أن الأمر يعني رأيت أنا يعني من خلال تصفح ديالي للمجلة صور للمسيح وللسيدة مريم، وكذلك لرموز في الديانة اليهودية، ولرموز كذلك حتى في الديانة البوذية، ولمشاهير يعني هناك نوع من رسومات يعني قاسية إلى حد كبير، ولكن تبقى محدودة نخبوية ما كتوصلش لعموم الجماهير أو بزاف ديال الناس كتوصل لهم،
ولكن كاين اللي ما عرفش هذه المجله اصلا. هذا هو اخطر ما في الامر، ان هناك اشخاص رفعوا لافته يريدون فتح باريز عن اي فتح تتحدثون، والاميه تضرب اطنابها في المجتمعات العربيه. يعني دوله صناعيه قويه، يعني مكلاسيه مزيان، محتله الرتب عالميه متقدمه من حيث هي الفلاحه على المستوى الاوروبي وكذلك في الصناعات. فيعني كيف هذه المقاطعه ان تؤتي اكلها ونحن لم نتحرر بعد من الاستعمار ومن تركة الاستعمار ومن لغة الاستعمار؟ يعني في هذا الشق السي عبد العالي يتخالط ما هو سياسي بما هو تاريخي بما هو ديني بما هو اقتصادي. ربما الفكرة الأساسية هي المصالح الاقتصادية، وربما يعني هناك أطراف تبحث عن يعني عن هذه المصالح ويكون وقودها هذه المجلات التي لا يعرف أحد يعني ماهيتها ولا أصلها، فقط هي مجلة عادية شقة في باريس أو في نواحي باريس، يعني دائما ترفع هذا نوع بين قوسين من العدوانية تجاه الأديان، تجاه المسلمين، تجاه أي شخص مشهور، وتؤتي أكلها أنها ذات طبيعة استفزازية. نعم هذا هو الطبيعة الاستفزازية، هذا هو مربط الفرس، يعني أن هذاك الاستفزاز هو الذي خلق لك الجدل، وهذاك الجدل هو اللي كيخلى لك ردود الأفعال. يعني أن الإنسان أن هذاك الجريدة شنو علاش باش غادي تعرف هذيك الجريدة باش غادي تحقق هذوك مثلا الموارد مثلا المالية باش تتحرك، هي يعني مدى شهرة هاد الجريدة هادي أو هاد شارلي إبدو، هو أن هادوك ردود الأفعال يكونوا يمشي على نطاق واسع ويكونوا هنا تتخلق الجدل. وهادشي غنظن بلي أن مثلا ردود الأفعال اللي تنقوموا بهم حنايا ما خاصناش نقوموا، خاصنا نتجاهلوها، هادشي خاصنا نتجاهلوه. نعم التجاهل أن ترسم ما تشاء في إطار حرية التعبير، ولكن بالموازاة نحن يعني نشتكي أو نوع من المظلومية، ولكن يعني ما رأيناه من صور لماكرون وزوجته يعني يندله الجبين، يعني ما فوق الكاريكاتير. يعني السيدة يعني زوجته يعني لم تفعل أي شيء أن يشوه بها، يعني بواحد النوع من العدوانية أكثر من عدوانية هذه المجلة. يعني أننا نقابل عدوانية أو عدوانية بعدوانية أكثر مبالغ فيها دفاعا عن الرسول ودفاعا عن الإسلام. الإسلام في مكانه والرسول في مكانه، يعني نخلط هذه الأمور وتصبح شعبوية بكثير. يعني هناك يعني من الإعلام المأجور الذي يركب على هذه الظواهر في الوطن العربي. نعم وأنا أستغرب. إذن إلى هنا، شكرا سي عبد العالي، إلى هنا يعني إلى هنا أيها السادة والسيدات أيها الأصدقاء، اسمحوا لنا لطولنا لكم واحد شوية، ولكن جاذبية الموضوع تطرحه. يعني أنا وسي عبد العالي هناك دردشة دائمة في هذه المواضيع، نريد يعني إسلاما يعني متفتحا، اسلاما متسامحا، اشخاص يعني بهويه اسلاميه من طبيعه الحال كهويتنا، يعني بنوع من المرونه وبالكثير من الانسانيه. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه، شكرا السي عبد العالي، كان معكم عبد الله، الى لقاء متجدد بحول الله، لا تنسوا دعمنا في القناه، والى لقاءات متجدده بحول الله. قبل ما
تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.